جردة مالحة وفيلم أولا طبيعة الحال كيحكي على معاناة ديال واحد الشابة اللي سميتها رانيا داخل الفيلم واللي خضتها واحد المنظمة ودات عليها واحد مجموعة ديال التجارب علمية باش تردها كمنتوج كبضاعة اللي غادي يمكن يستغلها مجموعة من الناس اللي هما مهمين سواء على مستوى رأس مالية هذا المنتوج الرأس ماليين أو على مستوى أيضا ما هو سياسي إلى غير ذلك. وبالتالي هي فعلا منتوج كيفاش غادي يستغلوا هذا المنتوج عن طريق واحد المجموعة من التجارب كانت في 8 مراحل. هذه المراحل غادي تشوفوها وحنا كنا في الفيلم بدينا من المرحلة السابعة والمرحلة السابعة أنا بوغات أنا بعد ما مشات لها الذاكرة بعد ما وقعوا لها واحد المجموعة ديال الأشياء نفسية عميقة جدا ما لقاتش كيفاش ترجع إلى الحياة الحقيقية ديالها. وبالتالي الفيلم يحكي عن معاناة هاد الشابة عن معاناة هاد البنت عن معاناة هاد السيدة اللي من خلال هذوك الناس اللي عايشين منها عشت الفزع الخوف الهلع عشت واحد المجموعة من الاضطرابات النفسية اللي في نهاية المطاف بغات فقط تعرف من هي. كان السؤال الحقيقي بغات ترجع الذاكرة ديالها ترجع نفسيتها ترجع الحياة ديالها ترجع الأشياء اللي فقدتها واللي ما عرفهاش هي لا تعرف شكون هي ما كتعرف لامها لا باها ما كتعرفش الناس اللي قرابين ليها تتعرف بأنها موجودة في مكان وهذا المكان ما عرفهاش وش ودوك الناس اللي معاها ما عرفهاش شكون هما. وبالتالي الفيلم يحكي عن ذلك يحكي عنا أيضا يحكي على أن في هذا المجتمع الآن من نحن واش حنا حتى حنا بضاعة واش حنا حتى حنا نسير بطريقة واش المانيبيلاسيون كاينة ولا لا واش حنايا في هذا العالم هذا ممكن أن الناس كاينين اللي كيأطرونا وكيسيرونا وكيديرونا مجموعة ديال الأشياء اللي ما فاهمينهاش وبالتالي إلا استطعنا أننا نفهموها يمكن أننا غنخرجوا بنتيجة إيجابية اللي هو نعرفوا شكون هو شكون حنا وبالتالي أيضا نقدروا نوصلوا لنتيجة حتمية ومهمة أننا نختاروا قراراتنا بنفسنا ونتحملوا مسؤولية قراراتنا. المرأة بقوتها وقدرتها وبذكائها كانوا اختاروا ما هو أصعب والأصعب في بعض الحالات تلقوا فيه مشاكل وبالتالي استطعوا أن الأصعب أنهم يحيوا منه الذاكرة فيها العاطفة وفيها أيضا العقل يعني العاطفتها كتكون جياشة وأيضا عندها طريقة في التفكير ذكية جدا وفي أخذ الأشياء بعينها وتكون مركزة على الشيء وعندما تركز عليه كتمشي فيه جسكو كتمشي إلى النهاية. وبالتالي هذه اللحظة علاش تم اختيار واختارها الأستاذ ديالها الدكتور ديالها كان اللي مشرف في كلية الطب أساسا اللي هي كانت تدرس فيها لأنه عرف الذكاء ديالها وبالتالي حاول أنه ينتزع منها كل الأشياء الذكاء العاطفة احاسيس نتجعوا منها اشياء كثيره وهذا هو اللي خلى ان التجربه واش غتنجح واش ما غتنجحش ولا غنشوفوا فين. حنا في العطيان كنعطيو دائما صور بعض الخطوات ماشي غير نمطيه اللي هي يمكن نقولوا مونوتونيه شي اشياء بس اللي خصها تخلي انه الصوره الحقيقيه للمراه بقوتها بنضجها بقدرتها بسلطتها بارائها وبافكارها يجب اننا ايضا من خلال اعمالنا لا السينمائيه ولا التلفزيونيه ولا المسرحيه اننا نقدموها بالصوره الحقيقيه ديالها. تنظن بان في الفيلم غتشوفوا من هي المرأة.